25% من الحالات ديال الخيانة الزوجية كتتم عبر الانترنت، هذه حسب يعني مؤشر الانترنت العالمي. شنو كتقولي في هذه الإحصائية؟ 25%. انا بعدا ما عرفتش واش حيت انا عزيز عليا كنشوف الخير فيه كثير، ولا انا كنشوف غير جالسين في قهوه. بعض المرات كتلقى الراجل مسكين جالس كيحرك في القهوه ديالو، ومره كتشوف اللي موراه. هذه خيانه ولا ماشي خيانه؟ اكيد خيانه. ياك احنا فوقاش الانترنت كيخليك انك تطور الخيانه ديالك وتقدم، مثلا توصل حتى انها تدار علاقه بسهوله، انها مثلا تمارس الجنس بسهوله، انها مثلا العلاقه الحميميه بسهوله، كيسهل. ماشي هو اللي لان اللي عنده الخيانه حنا كنشوفوها في الملامح، وكتلقى الراجل نفس الشيء. كتلقى هاد حنا كنشوفوا نهار العرس رد البال العريس، نهار العرس ديالو عباد الله كتلقاه كيشوف الحضارات، ملي كيشوف عند مراته كيمشي مشتت. ربما كتطلع داك اللي حضاره احسن من داك العروسه اللي زايده غير التاج. بعض الاحيان كتكون العروسه ما كتطلعش زوينه، وبعض الاحيان ان السيد كيكون الجمال يعني الذوق ديالو كيلقاه في وحده من داك والحركات اللي كديروا هذه كيلقاهم في هذاك اللي حضاره، جات غير حضاره ويمشي للعريس النهار اللي الدخله ديالو مشتت. اذا اش غنقدروا نقولوا حنا الا عالجنا الاصل؟ هذا غير الفرع وليداتي، هذا راه غير الفرع. الا عالجنا الاصل ثقوا بيا ما غاديش يعني يبقى لنا. الله يحفظ بنتي، السلوك والبرمجه ديالنا، البرمجه ديالنا من الاول.